السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين؟ الله يفرحكم يا رب. اليوم فيديو جديد، اليوم شي حاجة مغايرة ان شاء الله. بغينا نوريكم اليوم النتيجة النهائية ديال طابل تيفي ولا مابل تيفي ولا شنو تيقولوا ليه، راه ثلاثات المرات ولا تنعاودو. وماشي زعما انا ماشي النوع ديالي اللي داك ديفيسيل ولا النوع ديالي اللي صعيب ولا كيف تيقولوا ليه، الله اعلم. وما بغاش يتقاد، ما بغاش البنات الخير. ديك النهار الاول صايبوا لي واحد السيد طيب الله يعمر ليه الدار زكريا، جاني اللون مغاير، كل تغيير على اللون ديال الصالون ولا اللون ديال البلافون ولا مهم. بقيت ساكته ما قدرتش نقول ليه حتى شي حاجه، قلت ليه الا كان ممكن بغيت نغير ما جاش عندي. عيطت لواحد السيد ديال واحد النجار، قلت ليه الا كان ممكن اجعتك، جا دار لي بحال هكا وقال لي بغيت نزيدك واحد الكادو من عندي. ويا ريتو ما شات الكادو، دار لي واحد العصيات كان فيهم دوك العصيات، وقلت ليه الحاج ما عجبنيش وحق ليله يلاه الا مخلصه فلوسي. راه ما كايناش شي حاجه، راه كاين كولابوراسيون كاينه مع شركات مع ناس واصلين، ناس مساكن على قدهم، نجار اش عاد ناخذ منه، دخلنا عليكم بالله. الله يسخر له، دار معايا جونتيس وصيب لي دوك العويدات بحال هكا بحال شي غيزو، وداروا على شكل هكا على شكل قوس، ما عجبنيش. ما عرفتي قلت ليه انا مزاوكه فيك بغيت سامبل الا كان ممكن، حيدهم لي الحاج ودير لي واحد المبل. راه جابوا لي شحال هذه قبل رمضان، غير انا ما ساليتش نجلس ونتفرغ لدويرتي ونقادها. اليوم غادي نقاد معكم كلش، اليوم جريت شاريو هنايا ياك، وبغيت نوريكم الفن ديال المبل تيفي ونوريكم صالوني الغزال وندير لكم طوغ ان شاء الله كامله في الصالون. القنيط راه 180 درهم توب لولا، انا راه غدا بيهم نيت دابا للمحل نحطهم نخلي البنات تيخدموا، وعاد ديك الساعه نجي نرتب معكم هذا وسط الدار وهذا البلاصه اللي فنق عجبتني دابا. شوفوا تبارك الله، شوفوا لي هذا رائعين 180، اتصلوا بالرقم ترسل لكم حتى للمحل حتى لداركم حتى لباب الدار. شوفوا لي فنين فنين فنين، ديروا بسمتي هكا هكا يعطيك الرضا. شوف ها هي فنة تل باب دارك، عاد خلصي رائعة تويب زويون و180 درهم وتوب لولا، مرحبا بكم بنات الخير. شوفوا لي هاد اللون الثاني حتى هو غزال رائع، وتشال ديغرادي 170 درهم 90% قطن 90% كوطون، رائعين وزويونين. للاسف انا ما غاداش بالحوايج ديالي لسماب اكسبو، غادي ان شاء الله مشاركه مع الناس ديال العقار، غادي نبيعو دي زابارتمون. شوفوا لي منى التاويل فين وصلت، والله يفرحكم فرحتي، والله يعطينا يا ربي كاملين على قدر ديك النيه الزينه ديالنا، كل واحد تيجازيه ربي على قدر نيته، والله يفرحكم. شوفوا لي هاد القنيطره هادي، هاتوا هاي رائعه، ها هي بالجويبات فنه شكيلها غزال موسعه، ماشي داك النوع اللي سميتو، هذه راه طاي ال، كاينه دوبل كاينه اكس ال. وشوفوا فنه توب ديال لولا تجي رائعه وزويونه، اللي بغاها تلبى بالدار 180 درهم. وحضروا معايا وتشوفوا لي داري كي ولات الفن ما شاء الله. شوفوا معايا دغيا قبل ما نبدا الانجاز ديالي غادي الصالون ان شاء الله. شوفوا تبارك الله شحال فنه، هذه رائعه رائعه بطينه، شوفها بالسومتي. شوفوا 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 فنه، ما عرفتي تجي شكيلها موديرن، تيجي شكيلها غزال، راه نفس الديكغادي اللي كاينه في الشال. شوفوا ها انتم بحال هكذا، يا ها هي بالجويبات تجي غزاله شكيلها زويون. هادو فنين هادو ديال لولا 180 درهم تلبى بدارك وخلصي، مرحبا بك بنات الخير. شوفوا معايا هادي، شوفوا لي هاد القنيطيره هادي فنة، هي غزاله شكيلها زويون وفيها بحال هكا جويبات توب لولا توب لولا، زوينه البنات زوينه، هادي بحال هكا للصيف ولا بحال هكا تخرج بيها تصيف بيها الشمال بيها ان شاء الله، والله يسخر يا ربي. هادو هانتوما 180 درهم تويب ديال لولا توب غزال 180 درهم حتى لباب دارك، عاد خلصي ان شاء الله. البنات 180 درهم، وغادي ندير لكم دويره في المحل ندي لهم هاد السلعه اللي وصلتني وتشوفوا معايا ولا هكا تيدير تبارك الله على البنات، رجعوا فن وما شاء الله عامر بالناس. شوفوا 180 درهم ها هما
فنين، راه ما عرفتي تنبغي نصور فيه ما تنقدرش ما شاء الله. فيه البنات الله يعطيكم الخير، و180 درهم تويبه غزال بحال هكذا. ها هي هذه كل شيميزي تجي، كل شيميزي تجي فنه وبجويبات رائعه. 180 شدي لينا الطول الله يعطيك الخير. شوفوا ها هي طويله 180 درهم البنات. شوفوا معايا هذه حتى هي الكول شيميزي بحال هكذا تيجي زوين. وشوفوا ليا شيميزي والطول ديالها بحال هكذا، فيها جويبات تويب خيط، هادو توب خيط الاولانيين كاملين توبهم ديال لولا، هادو توب خيط ما يشربوا ما والو البنات. ومرحبا بكم والله يفرحكم يا ربي. وشوفوا لي هذه، شوفوا لي هذه حتى هي فنه. الكول ديال الشيميز هيا كول شيميز هنايا راه مجموعه، راه ما محلولاش الكول ديالها ما محلولش، تتجي غزاله 3 كار. وشدي لينا الطول يا بسمه يا الفنه، واجي نجمعوا هاد الروينه قبل ما امي تجي. شوفوا شحال الفنه ها هي بالجويبات رائعه. ما عرفتيش شحال جبت الديكورات من المعارض، والفن الفن الفن اللي جبت ديال الديكور تشوفوه اليوم معايا والله يفرحكم. 180 درهم هذا هو رزقنا البنات، انا هادشي باش نترزق الله، وميم طو تنوريكم شي حويجات في داري، وميم طو تنترزق به الله لا انا لا البنات اللي معايا. الله يفرحكم وله لي خطاكم علينا البنات. شوفوا معايا هذه حتى هي الكول شيميزي في الفيغ، تجي غزاله. الشيله اللي درت كلهم ديال 170 درهم 90% كوطون، ما شاء الله رائعين، قطن مبرد من داك الشيء الرفيق. هادو 180 درهم الاولانيين لولا، هادو خيط ما يشربوش، كونوا هانيين ما يشربوش. شوفوا تبارك الله بالجويبات وشي حاجه اللي فنه، طول راه طويولين وما شاء الله زويوني. ومرحبا بكم. وشوفوا معايا دابا انا غنرتبو، شوفوا ليا اخر حاجه درت اليوم في المنزل ديالي، والله يفرحكم بدويراتكم يا ربي. دابا المحل ديال منى التاويل ديالنا، المحل اللي كاين في مشروع ولاد مطاع تماره، تبارك الله لي كوموند وما شاء الله على غزلان، شكرا الله يسهل عليك. جمع لي لي كوموند ديال القندورات اللي شفتو البارح، اي حاجه بغيتو راه ديك النمره تتجاوب عليها ياك غزلان، تتجاوب كل شيء. ما تتبانيش لا، تبارك الله عليك تتجاوب اي واحد. وشوفوا ما شاء الله اليوم لي قندوغا راه تبارك الله باقين ان شاء الله، لي شال لي كلاس وزويونين. ها هو في محل منى التاويل في مشروع ولاد مطاع تماره، العربيه للاصفار، الوكاله الدوليه للاصفار، نيشان اتلقاو هنا سلعه كامله ديال تركيا، وعليا باليمين ديال تركيا هادو شارياهم، هادو جبتهم من فرنسا، ها هما فنين. وها نتوما هاد لابارتي هادي كلها دي شال، لي شال لي فنين، ها هما دي شال غزالين 200 درهم، دي شال ديال الكشخه 200 درهم، كاين اغلى شال 250 درهم، كاينين ديال 200 درهم، كاين لي شال ديال 250. تبارك الله على مراكشيات، وانتوما شوفوا واخدين ليا ما تبانيش، شوفوا ها هما واخدين القناضر اللي بينت البارح، الله يعطيك الخير، الله يحفظكم الشال دي كرادي، وما شاء الله عليهم الحمد لله. الصدره كاين، الصدف بنات الخير كاين، هنا كله كاين فيه ديال 180، كاين فيه ديال 170 ديغرادي كوطون 100%. ها نتوما شوفوا معايا، شوفوا لي هاد الديغرادي اللي دايره انا دابا ولبستو بحال هكا مع الكسيوه، كوطون 100% تيجي رائع وتيجي زويون. ها هو لبستو اليوم مع الكسيوه، كنت غاده للاداره ديال شيماء للعقار وقلت تنجي عندكم هنايا صايات قربوا يساليو، ولكن انا غاده لفرنسا ونجيب لكم ان شاء الله النواغ، نقول صاحبتي تصيفطهم ليا حيت منوع عليا نجيب. شوفوا ليا هنا لي غاندوغا اللي كنت ما وريتش، ها هما كنت ما وريتش بشرى، اين هما اللي ما وريتش بشرى؟ الموف ها هو الموف، راه ما وريتوش هذا اللون هذا غزال. البلو جين ها هو خطير هذا، راه ما وريتوش، واحد السيده في اسبانيا قالت لي راه كاين توصل اسبانيا، غير هو 200 درهم لوروب باش يوصلوا حتى لعندكم، تواصلوا مع البنت راه التليفون دايز. شوفوا ليا الفيرو، شوفوا الفيرو شحال فن، ها هما هادو كاملين 200 درهم، هادو اللي لهاد الجهه ان شاء الله كلهم 180. شوف قندورات 180 ها هما عاودوا جاو، شوفوا ليا خيط وفنين 180 درهم، شوفوا تبارك الله خيط وفنين 180. كاينين الناس تيقيسوا داكشي علاش ما بغيتش نلبس هنا، شوف 180، شوفوا ليا خيط و180. انا غنلبس لكم هادو لولا، هذا توب لولا الناس تيديروا ليه 250، انا اليوم 180، هذا توب لولا غادي نوريه لكم اليوم، توب ديال لولا 180 درهم. هادو ها هما شوفوا شحال فنين، هادو 150 درهم، ها هما
هادو 180 تيجيو راقيين وزويونين ان شاء الله. ومرحبا بكم، هذا السولد ديال تركيا. هاي شي حاجه فنه، مرحبا بلاله. هادو تركيا، ها هما سولد، هادشي سولد، شوفوا لي هادو سولد، هادو ديال تركيا سولد، تيبيعوهم الناس ب 600 درهم، درت ليهم انا 450، 600 درهم 450، على رقبتي الى الثمن باش تيوصلوني ب 400 باش تيوصلوا حتى لهنايا. كاين الحاجه اللي تتوصل ب 300، كاين حاجه اللي ب 350، لان الارسال هادو تقال 135 درهم الكيلو. ها هما تشريها شحال ما شريتيها رخيصه ما تت. ها انتم هادو ديال تركيا، ها هما كلهم ديال تركيا، ثمن فن فيهم ان شاء الله، ثمن مخير. والكوطون ها هو، الالوان 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 ديال الكوطون، اللوينات ديال الكوطون فنين، وما شاء الله المكازا هاي تنورات ولات غزاله ورائعه، فيها سلعه زوينه. السراول البنات، السراول 100 درهم سريولات، ها هما 100 درهم السراول ديال الصيف، 100 درهم سريولات ديال الصيف، ها هي 100 درهم السراول ديال الصيف. مرحبا بكم، وما شاء الله على ما قاسمونا التاويل، ولات غزاله وفنه، الله يحفظكم لينا. فنات انا جيت نيشه للدار، ما عنديش كيفاش نصور لكم الحوايج، شفتوا تبارك الله كاينين الناس، كاينه الرجل الحمد لله، كاينين المتتبعات الطيبات، الله يرحم لكم الوالدين. هذاك هو قوت يومنا، ضروري في اي فيديو نبين لكم قنيضرات، نبين لكم البيع والشراء، ونبين لكم حتى حاجه زينه تنفعوا فيها. اهم حاجه من غير هذا المبل اللي غادي نبين لكم اليوم اللي درت جديد، نوريكم هادي احسن حاجه صيبها ليا فتحي، فتحي مول الزاج اللي صيب ليا الحائط ديال الزجاج ديال وسط الدار، رائع اللي طلع غزال. هادي البنات ثمن راه شويه غالي، لانها هازه الزجاج واعر، وتقطيعه بتقطيعه باش تصيب، وكوليس ها هي 1400 درهم، انا جاني ثمنها مزيان، وانتوما كل واحد وتيتمشى على قدر الجهد ديالو. كاينه اللي ناقصه عليها في الثمن، كاينه انا درتها هكذا، عجباتني عجباتني بزاف. ها هي هذا كيف ما قلت لكم الكاش ديال البروجيكتور، ولا ما عرفتش شنو تيقولوا، ديجانديكتور ولا المهم قلت لكم كاع الاسماء ديال المكانه ديال الضوء. وضعكم عليا، شوفوا هادو المكانه ديال الضوء عطاوها ليا بحال هكا، تنحط الكليسه، الكليسه غزاله فنه، ولكن للاسف هذيك لابارتي ها هي الكليسه غزاله، هذه تتبقى بحال هكذا. شوفوا شريت الورد وحطيته جا غزال منظرو، شريت البوفات مهم المنظر زوين، خاص شي حاجه باش تخبى طابلو. انا راه دايره الورد هنايا وجا زويون، ما بغيتش نكثر لي طابلو، ما بغيتش نزيد شي طابلو اخر. مهم هذه فكرت فيها، ماشي انا اللي فكرت فيها، هذا فتحي عبد الفتاح هو اللي فكر فيها، قال لي ها هي منها طابلو، ومشى ليا بهذاك الزاج الغالي، داكشي علاش تقامت ليا ب 1400 درهم. ها نتوما شوفوا الزاج السمك ديالو كي داير، شوفوا دوك لي ديغادي كي دايرين، جا منظرها تماما بحال ها نتوما هذا المنظر هذا ديالها، تماما بحال هذا المنظر هذا ديال هذه اللي شاريها طالعه، راه ما شاء الله تتجي راقيه وزويونه. هذا الشيء مشى ليا على حساب هذاك البرونز اللي كاين في دوك التقطيعات، وبالنسبه لهذا لهاد الخشيبات اللي كانوا هنا على شكل قوس حيدوا حيدوا، الحمد لله ما خلوش كاع الاطراس ديالهم، لان دوك التقيبات صغار كانوا فيهم، قادهم ليا تبارك الله عليه هذا النجار الله يعطيه الخير، هو اللي كان صيب ليا العود، وكان صيب ليا هادشي كامل وبالخلاص، ما كاين حتى شي حاجه كولابوراسيون. هذا ها هو اخر حاجه، هو اللي صيب ليا، صيب ليا هذا، راه باقي الان باقي ما عرفتي، تنقول ليه الله يرحم الوالدين، دابا عاد راه ثلاثه المرات وانا تنعاودو، ما عرفتي تفقست، دابا شوفوا ليا كيف جا، واعطوني اراءكم. انا بعدا عجبني عجبني بزاف الديكورات، بزاف نقصت منهم بزاف، ولكن حاجه وحده اللي باقي ما قانعانيش، الباب، الباب ما عنديش كي ندير ليها البنات، ما عنديش كي ندير ليه هذا الباب زوين ديال تركيا، تيعطوه لينا مع الدار. مهم البنات اللي تيقولوا لي الباب، الباب وتقول واش باقي نقيسو، راه ما عرفتي راه تتجبد حاجه تتولي في مصاريف. انا ها اللي تبازيت عليه، تبازيت على هذا اللون، هذا راه كان في الاول واعر، وعلاش غيرته؟ لانني كنت درت لون الباب وما جاش مع الصالون، جا عيان، كنت درت هذاك اللون ديال الباب وجا عيان، درته دابا في اللون ديال الصالون، انا مقتنعه به كل الاقتناع. عطيوني رايكم وشوفوا لي صالون منى التاويل كيف جا، شوفوا ما شاء الله،
شوفوا تبارك الله الصالون جا رائع. شوفوا لي تبارك الله هاد لي كودوار درت فيهم بحال هكذا هاد لي طخوا وجاو تبارك الله زويونين. ها هما هاد الديكور انا راه تنحماق عليه ربي لما شوفوا 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 شحال ديال الديكورات تما. شوفوا شحال جامعة في الشاريو داك المعنات زويونين، جامعة في البلاكارات. صافي قلت غير ان شاء الله يا ربي الام ديالي يسخليها الله في دويرتها وديك الساعة نعطيها منهم نحط ليها منهم داكشي ما سخيتش به. وكل مرة تنمشي للمعرض تنشري كل مرة. راه ما عرفتي اخر مرة دابا في بلجيكا خديت هادو، خديت هذيك الشميعة عجبتني هكذا في الفيغ على اللون ديال هذا راه ماشي من برا وماشي من بلجيكا وماشي من بروكسل، هذا من بلادنا، هذا من المغرب، هذا راه ديال صديقة ديالي ديال ميزون دي فلوغ. ميزون دي فلوغ اللي تنقول لها صلاة نبي عليك، هيا ميزون دي فلوغ اللي صيباته وقادته من داك الشرفيع وتدير دي فلوغ شاس واعرين تنقول لها تبارك الله عليك. كي جاكم بنات الخير، كي جاكم هاد المبل هذا تافي اللي صيبت، كي جاكم هاد البلاكار، وكي جاكم خفات منى التاويل من الديكورات. تنموت على الديكورات تنحماق عليهم. هاد المكانة عندي معها ذكريات كبيرة، هي اللي كانت في داري ديال 19.5، داري اللي بعت والحمد لله الحمد لله العوض كبير عند الله. شوفوا البنات انا هاد الدار صورتها بدافع اش نطلع المشاهدة نوريكم اشنو شريت، نفرح معاكم نقول لكم منى التاويل اللي بدات من 5 دراهم. شوفوا شرات دار تا سبحان الله ضربت واحد الرقم قياسي. عيطوا عليا الناس ديال هذا المشروع قالوا لي منى واش ممكن تخدمي معنا في البيبليسيتي وتمشي معنا للدول. داوني معاهم البروكسل وتبارك الله خدمت معاهم من داك الشيء الرفيع وعطيت لي فلاير وخدمت وفرقت وهضرت وبعت. ودابا ان شاء الله داين معاهم باغي لباريس اكبر معرض دولي سماب اكس الصدف. شوفوا ربي سبحانه وتعالى من تيرزق العباد، اللهم لك الحمد، الحمد لله اللي رزق بيد مولانا، الحمد لله اللي رزق الله. ديما انا تنبغي نقاد دويرتي، نقاد داري، نقاد حتى الناس اللي معايا، وحق الله العظيم الا تنبغيهم يكونوا دايما الفوق الفوق، دايما نشوفهم بخير وواصلين وبخير، وحق الله العظيم تنفرح ليهم، تنفرح ان شاء الله يا ربي. الله ييسر لكل واحد. وخلاتها امي راه قالت لي كل واحد عاشرك رابح، واللهم لك الحمد. انا عيون ميمتك وباك تيرضيو عليك صباح وعشيه، هذيك هي الدنيا وما فيها. هادو ما ننساهمش، ما تنساش الخير. هادو مينيكو، هذه الله يعمر ليها الدار، سليعتها راقيه عند هذاك الشيء ديال الخشب سميتها مينيكو. هادو اللي وخديتهم اللي فنين عود من عند فاتي ميسك، احسن مولات العود معنا في المعارض، والله يفرحكم يا